وهلا انا جيت عملت كونسلتيشن مع الدكتور وشرح لي كل مشاكلي. يعني كانت فيري ادوكيشنال سيشن، وحسيت حالي فهمت بالضبط سبب المشاكل وكيف ممكن نحلها وكيف ممكن نحسن من البشره ونعمل ريوايند شوي. اسسمنت مثلا هنا اهم حاجه لقينا ان احنا المفروض نعملها، احنا عايزين سلايت ليفت اون ذا ميد فيس، سلايت فوليوم اون ذا تشيك اريا، اند سلايت بروجكشن اوف ذا ابر ليب، وده حققناه بالفيلر في التشيك بونز في التشيكس وسلايت فوليوم وسلايت بروجكشن اوف ذا ابر ليب. كان عندي uneven profile because of some issue in the jaw. ف the little bit of filling contouring للليب كمان ساعد to give me a proper profile بطريقة very natural. ما حسيت بالفرق، حتى أنا مش متذكرة كيف شكلي قبل. It was very safe, very professional, and I recommend أي حدا متضايق من شغلة من بالوش يجي على كايا وياخد and the right solution will be definitely prescribed and وحيكونوا مبسوطين، أنا متأكدة.